السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حيا الله المشايخ الكرام، الشيخ عاطف والشيخ نايف والشيخ أحمد وغيره من المشايخ الكرام. حيا الله جميع الإخوة والأخوات. نبدأ بفضل الله تعالى. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن المجاهدين في الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في أفغانستان وفي بلاد الشام، في سوريا ولبنان وفلسطين وفي الصومال وفي كل بقعة يذكر فيها اسم الله عز وجل. سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة فضل العشر لابن أبي الدنيا. وهذا الكتاب المبارك قرأته على شيخنا العلامة أبي بكر زهير ابن السيد مصطفى الشاويش الحسيني الميداني ثم البيروتي. وكذلك أرويه سماعا على شيخنا العلامة الفقيه القاضي إبراهيم بن محمد حسن هند الأهدل. أما الكتاب الثاني فهو في فضل يوم عرفة. هذا الكتاب قرأته على شيخنا الأديب الفقيه صلاح الدين بن خضر فخري حفظه الله تعالى، وهو من نزلاء بيروت وهو من أهل بيروت في لبنان. أما الجزء الثالث فهو في فضل يوم التروية وعرف لابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا قرأته على شيخنا العلامة الشاويش بحضور أخي الشيخ الفاضل المتقن محمد بن عمر الراشد، وسمع معنا آخر حديث من هذا الجزء شيخنا العلامة المتقن أحمد بن أحمد الوشلي حفظه الله تعالى وأعلى مقامه. كذلك هنالك أجزاء أخرى في هذه المناسبات المباركة، منها ما هو هنالك في فضل يوم عرفة، في فضل يوم عرفة لابن ناصر الدين الدمشقي، هذا سمعناه على شيخنا الأهدل كذلك بقراءة الشيخ الفاضل صاحب الأخلاق الحميدة أبو هاشم الحسني، وكذلك قرأه معه الشيخ الفاضل محمد بن عمر الراشد. وكذلك هنالك أظن جزء آخر لأبي بكر الوراق رحمه الله تعالى. أما اليوم إن شاء الله تعالى فسنكتفي على هذه الأجزاء الثلاثة، ونختم بهذه المنظومة لشيخنا صلاح الدين فخري حفظه الله تعالى. أترك الآن اللاقط لأخي ابن عامر الشامي لنبدأ قبل أذان المغرب، حتى ننتهي قبل أذان المغرب في بلاد الشام. وعليك وعليه السلام. طيب أخي إليك اللاقط وابدأ على بركة الله تعالى. أما بالنسبة لسماع المسلسل بالأولية فهذا الحديث المبارك حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، سمعته على عدد كبير من أهل العلم، على رأسهم شيخنا محمد بن اسماعيل العمراني القاضي العلامة علامة اليمن، وكذلك على شيخنا صبح السامرائي، وعلى شيخنا محمد يونس الجنفوري، وعلى شيخنا المتقن المتفنن صاحب الأخلاق الحميدة الكريم عمدة المحققين وقرة عيون المسندين شيخنا محمد بن ناصر العجمي حفظه الله تعالى ورعاه. فبأسانيد مشايخنا هؤلاء وغيرهم جميعا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. وقد أجزتكم جميعا بهذا الحديث إجازة خاصة. تفضل يا شيخ، الله يخلي لكم وابدأ على بركة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. حيا الله شيخنا قاسم، حيا الله شيخ عاطف وجميع المشايخ.
هل في صوت؟ جزاكم الله خير. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأسنادكم الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء فضل عشر ذي الحجة. تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي. رواية أبي أحمد حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل الدهقاني عنه. رواية أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه البزاز عنه. رواية أبي الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثمان الدقاق عنه. رواية أبي البركات عبد الوهاب بن مبارك بن أحمد الأنماطي عنه. رواية أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن سعد بن سعد الله البغدادي عنه. رواية أبي البيان نبأ بن أبي المكارم بن هجام الحنفي عنه. رواية أبي القاسم علي بن بلبان المشرف الناصري عنه. رواية أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن مسلم بن الحموي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة للقائه. أخبرنا الشيخ الجليل المسند نبأ بن أبي المكارم بن هجام الحنفي بقراءة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم بن هامل عليه. وأنا أسمع في العشر الأول من ذي القعدة سنة 34 و600 بمنزله بالقاهرة قال له: أخبرك أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن سعد الله بن محمد البغدادي قراءة عليه وأنت تسمع في مستهل ذي الحجة سنة 77 و500 فأقر به. قال: أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك. الصوت منخفض. قال: أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي. قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الحسن بن أبي عثمان الدقاق. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه قراءة عليه. قال: أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس بن الفضل بن الحارث بن جنادة بن شبيب بن يزيد الدهقان قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الله بن عمرو ونحن نطوف بالبيت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. قال يحيى: ثم لقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عن هذا الحديث فحدثني بنحو من هذا. قال يحيى يعني أيام العشر. حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه منهن العمل الصالح من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن التحميد والتهليل والتكبير. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع القيسي حدثنا مسعود بن واصل حدثنا النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من أيام العشر
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيل كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا أبو علي الحنفي، عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا مرزوق أبو بكر، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا نبي الله، ولا مثلها في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا مثلها في سبيل الله عز وجل إلا من غفر وجهه في التراب. قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله إلا من إلا من عفر سبحان الله إلا من عفر وجهه في التراب. قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أبو عوانة، حدثنا الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام في كل شهر أوله 52. قال: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا شريك عن الحر بن الصباح قال: جاورت مع ابن عمر بمكة في أيام العشر فكان يصومهن، وقال: وأنا أصوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا هشيم، حدثنا خالد، حدثنا أبو عثمان قال: كانوا يفضلون 13، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأول من المحرم. قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة عن محمد بن عبد الله بن ضيف صيفي أنه قال لكعب: لا أعلم عملا أفضل من العمل في العشر. قال: قلت: أي كعب، ولا جهاد في سبيل الله؟ قال: لا، وإن صام النهار ورابط الليل إلا رجل استشهد في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا علي بن الجعدي، قال: حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: ما من الشهور شهر أعظم من ذي الحجة. قال: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت صيام يوم عرفة؟ قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والباقية. قال: حدثنا علي حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وعن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة كفرت سنتين قبلهما وسنة بعدها. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يعدل السنة والتي تليها، وصيام يوم عاشوراء يعدل سنة. قال: حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي، قال: حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التنوخي حدثنا. قال: حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر بالتخفيف. قال: حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي، قال: حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد، قال: حدثنا الصباح بن موسى عن أبي داود
السبيعي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى أحد من أهل عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له. فقال رجل: هذا لأهل معرف يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال: لا، بل للناس عامة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبا عمرو قال: قرأت على فضيل عن أبي حريز سمع سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صوم يوم عرفة صوم سنة. قال: حدثنا أيوب بن محمد، حدثنا عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت له ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منهم. قال: أي رب، إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت المظالم. فلم يجب عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس ما إن علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو على رأسي ويدعو بالويل والثبور، فجعلت أضحك مما رأيت من جزعه. قال: حدثنا إسحاق بن حاتم المدائني قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز أخبرنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: ما رؤي الشيطان هو يوما أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. قال: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم عن مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: ربي فيهم فلان وفلان، فيقول الله تبارك وتعالى: قد غفرت لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الحكم الهروي حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا كثير بن مغفل الباهلي حدثني محمد بن مروان أن رجلا من بني عامر بن جميل من أهل الكوفة قال: لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعرفات. قال: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله عز وجل فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر عتقا بالرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: ربي اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي في الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فقد قرأ علي سيدنا ومولانا وشيخنا شيخ المشايخ الإسلام والحفاظ جمال الدين أبي الفتح إبراهيم ابن شيخ الإسلام علاء الدين أبي الفتوح علي بن القاضي قطب الدين أحمد القرشي القلقشندي الشافعي أطال الله تعالى بقاءه جميع جزء فيه فضل عشر ذي الحجة، تأليف ابن أبي الدنيا القرشي، هذا سنده فيه كتابه
هذا سنده فيه كاتبه محمد بن يشبك اليوسفي وولده أحمد بقراءة كاتبه محمد بن يشبك اليوسفي المذكور. وأجاد سيدنا ومولانا المسمع لكتابه محمد بن يشبك اليوسفي وولده أحمد ورواية ذلك وجميع ما يجوز له عنه روايته في يوم الثلاثاء ثالث صفر الخير الأغار سنة 918 ومن خط محمد بن يشبك. نقل كاتب الجزء وتحته بخط القلقشندي الحمد لله. صحيح ذلك كتب إبراهيم بن علاء القرشي القلقشندي الشافعي وتن والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. أيوس أقرأ شيخنا معكم لقد إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إملاء في فضل يوم عرفة تأليف الإمام العالمي الصدري الكبير الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله الشافعي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرني القاضي الأجل الفقيه العالم العامل الصدر الكبير الزاهد العابد الورع شرف الدين زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الشافعي أثابه الله الجنة بقراءة عليه في يوم الخامس سادس ذي الحجة سنة 21 و600 بالمسجد الجامع بدمشق تحت نسره. قلت له حدثكم عمك الإمام العالم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي رحمه الله من لفظه وأنت تسمع في يوم الخميس من ذي الحجة سنة 56 و500 بالمسجد الجامع بدمشق فأقر به. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن المظفر بن السبطي أخبرنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري حاء وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا يا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قالوا أي آية هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. أخرجاه في الصحيحين من حديث جعفر بن عون. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الخرقي قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة بن أبي قتادة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب قال رضينا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. قال فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم من غضبه. ثم قال عمر يا رسول الله
كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر؟ قال: فقال يا رسول الله، كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني أطيق ذلك. ثم قال: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام يوم عرفة إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي بعدها والسنة التي قبله، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم بطوله، والنسائي مختصرا عن قتيبة. قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنا، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن منصور الجواز المكي قال: حدثنا يحيى بن أبي الحجاج المنقري أو المنقري، حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلم بن هرمز عن عطاء ومجاهد أنهما قالا: في صوم يوم عرفة ما كنا نصومه حتى حدثنا مولى أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوم عرفة أجر سنة الماضية ونافرة السنة المستقبلة. قال أخبرنا أبو محمد عامر بن دغش بن حصن بن دغش الحوراني السويدي، وأبو الحسن كافور بن عبد الله الحبشي الصوري، وعتيقة سعد بن عبد الله الرومي ببغداد قالوا: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العبداني، حدثنا القاضي محمد بن عبدة، حدثني إسحاق بن وهب الواسطي، حدثنا محمد بن المحرم، سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عائشة تقول: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب السماع يعني الغناء، فكان إذا أهل هلال ذي الحجة أصبح صائما، فاتصل الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحضر الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على صيام هذه الأيام؟ قال: يا رسول الله، إنها أيام المسافر وأيام الحج، فأحببت أن يشركني الله في دعائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بعدد كل يوم تصومه عتق 100 رقبة ومئة بدنة تهديها ومئة فرس يحمل عليها في سبيل الله عز وجل، فإذا كان يوم التروية فلك عتق 1000 رقبة و1000 بدنة تهديها و1000 فرس تحمل عليها في سبيل الله، فإذا كان يوم عرفة فلك عتق 2000 رقبة و2000 بدنة تهديها و2000 فرس تحمل عليها في سبيل الله، والصيام 6 قبلها و6 بعدها. قال: وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، أخبرنا أبو يعلى إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني، وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي، أخبرنا محمد بن أيوب البجري، حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، في ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله فيها الخير إلا استجاب له. قال: أخبرنا أبو المظفر بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازة بن هوازن القرشي، أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرياني، حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني أبو إسحاق بمصر وكان نبيلا فاضلا، أخبرنا عبد الله بن وهب القرشي، حدثنا مخرمة بن بكير عن أبي قال: سمعت يونس بن يوسف يقول عن سعيد بن المسيب
قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. أخرجه مسلم من حديث ابن وهب. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن السخير، حدثنا محمد بن السري بن عثمان، حدثنا محمد بن عيسى المدائني، حدثنا شبابة بن سوار الفزاري، حدثنا يونس عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء، يقول: وانظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن المرزفي والربيع بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن الفرج القرعاني، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور، أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تطول على أهل عرفات فيباهي بهم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا إلي من كل فج عميق فاشهدوا أني قد غفرت لهم، فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم. في سقط في المطبوع. قال: ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى فشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات، أو إلا كسرت الأولى أم الثانية، إلا التبعات. طيب سأعيد. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن المزرفي والربيع بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن الفرج القرعاني، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور، أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي، حدثنا صالح بن بشير المري، قال: حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تطول على أهل عرفات فيباهي، نعم جزاك الله خير، تطول على أهل عرفات فيباهي بهم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا إلي من كل فج عميق، فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم. قال: ثم إن القوم إلا التبعات بكسر الباء، نعم إلا التبعات. قال: ثم إن القوم أفاضوا من عرفات إلى جمع، قال: فقال الله: يا ملائكتي عبادي وقفوا فعادوا في الطلب والرغبة والمسألة، اشهدوا أني قد وهبت مسيئهم لمحسنهم وتحملت عنهم التبعات التي بينهم. الشيخ قال: هي بكسر الباء، إلى التابعات. قال: أخبرنا أبو المظفر بن القشيري، أخبرنا أبو سعد الأبيب، أخبرنا أبو عمرو بن حمدان حا، وأخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت، وأخبرتنا أم المجتبى فاطمة بنت ناصر قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور وأنا حاضرة، حدثنا ابن المقرئ قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، حدثنا ابن
بنو لكنانة عن ابن عباس بن مرداس السلمي أن أباه حدثه عن أبيه العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته المغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه الله إني قد فعلت وغفرت لأمتك إلا ظلم بعضهم بعضا فأعاد فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا ظلامته فلم يكن تلك العشية إلا ذا فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة فعاد يدعو لأمته فلم ينشب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن حمدان يلبث أن يبتسم فقال بعض أصحابه يا رسول الله بأبي أنت وأمي تبسمت في ساعة لم تكن تضحك فيها مما ضحكت وقال ابن حمدان فما أضحكك أضحك الله سنك قال تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله تبارك وتعالى قد أجابني في أمتي وغفر للظالم أهوى يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على رأسي فتبسمت وقال مرت فضحكت زاد ابن المقرئ مما يصنع وقال من جزعه ابن كنانة اسمه عبد الله أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي حدثنا أبو بكر الخطيب إملاء أنحاء وأخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن أبي عثمان قال أخبرنا بن لكنانة في خطنا ابن لكنانة اسمه عبد الله نعم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قال حدثنا أبو بكر الخطيب إملاء أنحاء وأخبرنا محمد بن هبة الله بن أحمد أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن أبي عثمان قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوي البزاز حدثنا حمزة بن محمد بن العباس الدهقان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي حدثنا الوليد بن القاسم للوليد حدثني الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي حدثنا الوليد الدهقان بالكسر حدثنا حمزة بن محمد بن العباس الدهقان حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن بهلول التنوخي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد حدثني الصباح بن موسى عن أبي داود السبيعي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له فقال رجل لأهلي معرف يا رسول الله أم للناس عامة قال بل للناس عامة قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ببغداد حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا عبد الرحمن بن يحيى المدني حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قولي وقول الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تفرد بوصله عبد الرحمن وهو مرسل في الموطأ قال أخبرنا أبو محمد السلمي حدثنا أبو بكر الخطيب إملاء أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ حدثنا علي بن أحمد بن أبي قيس حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي حدثنا أبو
فضالته، وهو فرج بن فضالته، عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد، أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي إملاء، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الصمد يعني ابن النعمان، حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن الأغري عن خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآلي وتراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الصدر، اللهم إني أسألك من خير الريح وما تجيء به الريح، وأعوذ بك من الريح وما تجيء به الريح. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ وعبدان بن يزيد الدقاق بهمذان قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيرة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا غزرة بن قيس اليحمودي في مجلس حماد بن سلمة وحماد يسمع قال: حدثني بن عزرة، نعم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عزرة بن قيس اليحمودي في مجلس حماد بن سلمة وحماد يسمع قال: حدثتني أم الفيض مولاة عبد الله بن مسعود قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفة بهذه الدعوات وهي عشر كلمات ألف مرة إلا لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا قطيعة رحم أو مأثم، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأراضين، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. قالت أم الفيض: فقلت لعبد الله بن مسعود: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أخبرنا القاسم المستملي، أخبرنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدي الحافظ بهمذان، حدثنا علي بن الحسن بن عبد الصمد الطيالسي وعلانا الحافظ، حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الطلحي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن سوقطة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقف عشية عرفة في الموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ثم يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، ثم يقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وعن نبينا معهم 100 مرة، إلا قال الله تعالى: يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبيه، يشهد ملائكتي أني غفرت له وشفعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف كلهم. قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحسين، أخبرنا أبو طالب أخذك لأين السقط؟
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أخبرنا أبو طالب بن غيلان، حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا أبو أحمد الشطوي، حدثنا أبو أحمد الشطوي محمد بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو عبيدة، حدثنا سكير بن عبد العزيز قال سمعت أبي يقول حدثني عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغطي وجهه مرارا ويستر وجهه بيده، وجعل الفتى يلاحظ النساء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. قال أخبرنا أبو القاسم الشحامي، أخبرنا أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة عن أبي قيس قال سمعت هزيلا يحدث عن مسروق عن عائشة قالت ما من يوم من السنة أصوم أحب إلي من يوم عرفة، صوم يوم التعريف يكفر عامين كما جاء في الحديث الصحيح، وحقيق بالأجر من من حفظ الصوم من اللغو والمقال القبيح، وحمى ناظريه أن تدمن اللحظة إلى مليح لم تبحه له الشريعة خوفا من عقاب وطاعة للنصيح، وسيحظى من ربه بثواب حين يجزيه بالفعال الربيح. آخر الإملاء والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وصحبه. انتهى. فضل التروية شيخنا. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل يوم التروية، جزء في فضل يوم التروية وعرفة، وأحاديث مجموعة مخرجة من الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أنبأنا محمد بن رزق بن رزق الله بن عبد الوهاب التيمي إجازة قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ إجازة، حدثنا أحمد بن محمد بن رميح، حدثنا أحمد بن الخضر المروزي، حدثنا علي بن حجر، حدثنا حماد بن معمر عن زيد بن رفاع عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه، وإن صام يوم عرفة أعطاه الله مثل ثواب عيسى بن مريم، وإن لم يأكل يوم النحر حتى يصلي أعطاه الله ثواب من صلى ذلك اليوم، وإن مات إلى 30 يوما مات شهيدا. قال أخبرنا محمد أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب، أنبأنا محمد أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني، أنبأنا عبد الله بن محمد بن سوار، حدثنا أيوب لآل الأشعري، حدثنا علي بن علي الحميري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم التروية كفارة سنة، وصوم يوم عرفة كفارة سنتين. قال أخبرنا محمد أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب، أنبأنا محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا بن أبي حاتم، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا بن عيينة عن جابر عن أبي جعفر قال إنما سميت التروية لأنهم يتروون منها إلى منى.
منها هنا مدرج على شيوخ الحافظ بن أبي الفوارسي. أخبرنا عمرو بن أحمد الوراق، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن إسماعيل، حدثنا المعافى بن سليمان، حدثنا موسى بن أعين عن إسحاق يعني بن أبي راشد عن الزهري قال: إن يوم التروية سمي يوم التروية لأن عرفات لم يكن لها ماء، فكانوا يتروون منها من الماء إليها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا هارون، حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن عطاء قال: إنما سميت عرفات لأن جبريل عليه السلام كان يري إبراهيم صلى الله عليه وسلم المناسك فيقول: عرفت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن رسته، حدثنا عبد السلام بن عمر الجني، حدثنا عزرة بن قيس، حدثتني أم الفيض مولاة عبد الملك بن مروان أنها قالت: قد سألت عبد الله بن مسعود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، ما من عبد أو أمة دعا هذه الدعوات ليلة عرفة 1000 مرة وهي 10 كلم لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحم أو مآثم، وهي: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرض، سبحان الذي في الهواء روحه، سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، حدثنا حيان بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مندة، حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا نقول في التكبير أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ثم نقول لله. قال: حدثنا أبو سعد محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا علي بن حجر، حدثنا شعيب بن صفوان عن الفضيل بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف أن عليا رضي الله عنه قال: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله العمل إلا من أهلها، والتي تليها سبحان الله صلاة الملائكة، والتي تليها عليه السلام. نعم، عن يوسف أن عليا عليه السلام قال: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله العمل إلا لا يقبل الله العمل إلا من أهلها، والتي تليها سبحان الله صلاة الملائكة، والتي تليها الحمد لله شكر أهل الجنة، والتي تليها الله أكبر تعظيم الله، والتي تليها لا حول ولا قوة إلا بالله استسلام. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا إبراهيم بن مهران ابن أختي رواد بن الجراح، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبد الله قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل معاذ بن جبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه رسول الله بكلمات، فقال معاذ: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بقوة الله. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتف معاذ فقال: هكذا حدثني به جبريل عن رب العالمين.
قال حدثنا أبو علي بن الصواف، حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معمر عن أبي قتادة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال: أخبرنا مخلد بن جعفر، حدثنا ابن جرير، حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا عبد الملك بن الماجشون، حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحض من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر. فقالوا: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن العباس، أنبأنا أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله عن عبيدة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر دعاء محمد ودعاء الأنبياء قبلي لعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر، ومن شتات الأمر، ومن فتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يرج في الليل، وشر ما يرج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر. وفي لفظ آخر: لك الحمد كما نقول، وخير مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولك يا رب ولك يا رب تراثي. اللهم إني أسألك خير ما تجري به الريح. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحسن الأصبهاني، محمد بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني، حدثنا محمد بن بكير، حدثنا عطاف بن خالد، حدثني إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد منى قاعدا، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما عليه وقالا: جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني تسألاني عنه ففعلت، وإن شئتما أمسكت فتسألاني فعلت. قال: أخبرنا يا رسول الله نزدد إيمانا ونزدد يقينا. قال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله. قال: بل أنت، فإني أعرف لك لبيقك فاسأله. قال: فأخبرني يا رسول الله. قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، ما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة ما لك فيهما، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، يعني الإفاضة. قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئتك. قال: إذا خرجت من بيتك تأم البيت، لا تضع ناقتك حفا، ولا ترفعه إلا كما إلا كتب الله عز وجل لك بها حسنة، ومحى عنك خطيئة، ورفع لك بها درجة. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله سبحانه يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كان ذنوبهم عدد الرمل وكعدد
القطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة منها رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات. وأما حلاقك رأسك فبكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك خطيئة. قال يا رسول الله فإن كانت الذنوب أقل من ذلك؟ قال إذن يدخر لك ذلك في حسناتك. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يده على كتفك فيقول اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد الشيرجي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم بن زيد يعني العمي عن أبيه عن وهب بن منبه عن معاذ بن جبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الأربعة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. قال حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد بن عبد الله المروزي حدثنا عبد الله بن محمود حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عكرمة بن عمار أنبأنا ضمضم قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يماني افتعل وما أعرفه. فقال لتقولن لرجل والله لا يغفر لك والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت وما أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة قلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا من بني في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهدا والآخر يقول كأنه مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت عليه فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال خلني وربي أبو عيسى علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أبدا أو لا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أحضرت رحمتي على عبدي اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والله لقد تكلم بكلمة أذهبت دنياه وآخرته آخره والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله. أخبرني شمس الدين أبو الفتح نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن عبدوس أن سماعنا لهذا الجزء على نسخته وأنه شاهد ذلك والله تعالى أعلم. هل شيخنا إلى هنا؟ نعم المنظومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأثابنا الله وإياكم في هذه الأوقات المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن حديث بيت الله. ونختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس المبارك إن شاء الله رب العالمين بهذا النظم لشيخنا الأديب صلاح الدين فخري. يقول حفظه الله تعالى نصيحة لمن زلت به القدم: احفظ بني من وصايا جمعت من جوهر في سلك در قد أتت. ناديت يا أهل الوفاء لم أجد إلا الذي في الحب كان ذا مجد. ثم رفعت الصوت في المنابر مذكرا بالحب كل عابري. جوف المحب إن حلفت يمتلي شوقا وحبا كل ذاك ينجلي.
في شدة أهل الوفا في الضيق قد ظهر عدو من صديقي إن المروءة التي قد دفنت في ترب أهل الود حقا بليت فهل تقر العين من مدكري في قوله كيف عذاب نذري في زمن حقا وفيه قد جفا أو غار فيه مطلقا أهل الوفا فإن سمعت بجلسة كلاما إياك نقله فذا حراما ليس الذي يقال حقا يفهم في مجلس يلقى كذا ويعلم فالإثم حقا إنه تجسسا فقد سلكت الشر ذاك أنجسا ليس يقال كل ما تعلمه ليس الذي يقال يحضر أهله أهله فالدر يلقى لذوي الألباب من خلص صدقا لدى الأحباب ولا تكون قالا أو نماما مع الزمان كل ذا غراما وكن سليم الصدر يا أخيا ترقى علوم القوم كبر خيا ولا تبالي لا تكن حريصا واعتبر من قصتي برصيصا فإن بغى الباغي عليك فتنة فذاك شيطان فقل محبة واستغف بالله يا الله مستغفرا ونادما فياه أنفاسك ألفاظك المعدودة أيامك ساعاتك المحدودة فلن يفيد القيل ثم القال قرآننا كان به المثال إذ بلعم أتاه ربي علما ثم غدا يلهث كلبا بهما فامسك لسانك عساك تهددي إلى الصواب ذا طريق المهتدي وحسناتك التي جمعتها أفلست منها كونك فرقتها هيهات أن تعود مثل ما مضى فالعمر قد فات وإبليس ارتضى ونزه القلب من الغشاش تجلى من غل بلا نقاش ورتب الجوف بذكر الله فيا لك سعدا أو من أواهي ومن أواهي وكن أمين السر يا حذيفة في مجلس أنت حقا ضيفة فاعلم أخوك لا تباح غيبته بل واجب ثم عليك سترته ثم حذار أن تزول الهمم كناعق زلت بذاك القدم فإن رأيت فيه ما يكدر فلا تبح لحما له فتقهر إذ بعضهم يأكل لحم بعض فقد أتانا ذمهم لا غض وأكل لحم الميت للضرورة قد جوزوا ويا لها من صورة أن تأكل لحم أخيك تفتري وتكسر العظم فذاك قد قري واعلم بأن الملكين سطرا ما قلته ومن كلام وافترا قد قال أهل الحق إن ظننت فلا تحقق أينما قد كنت قد ورد الوعيد في النمام يلقى جزاؤه على التمام فلا تك فتانا أو حسودا وكن حبيبا صالحا ودودا واحرص على التوبة والمسامحة وعهد الله تبتغي المصالحة أبواب ربي شرعا لا تغلق فالتوبة الصادقة لا تقلق قد قالها الفخري من أهل الرضا ما قيل فيه حسبه المولى ارتضى هذا وقد أجزتكم إخوان الكرام جميعا بما سمعتم من هذه الأجزاء وهذا النظم المبارك من شيخنا صلاح الدين الفخري الحسيني حفظه الله تعالى وقد أجزتكم بكل ما سمعتم إجازة خاصة والحمد لله رب العالمين وفقط أطلب منكم جميعا حفظكم الله تعالى ورعاكم أن لا تنسوا إخواننا المجاهدين في بلاد الشام من خالص دعائكم ولا تنسونا نحن كذلك وشركونا بدعائكم حفظكم الله تعالى جميعا وأشكر لكم حضوركم وأشكر أخينا الشيخ ابن عامر الشامي حفظه الله تعالى على هذه الفرصة التي أطاحها لنا كما أشكر حضور فضيلة الشيخ عاطف فيومي والدكتور ظافر بن حسن آل جعبان وغيرهما من المشايخ الكرام حفظكم الله جميعا ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. رجاء من الإخوة الكل يكتب اسمه على هذا الرابط. جزاكم الله خير.